مدير التصاميم الهندسية بالعالم أن القاعدة الأولى عند البدء بالتصميم الداخلي للمساحات هي كسر القواعد وبعدها يأتي دور تحقيق التوازن بين التصميم وشخصية المالكين. فمن الضروري أن يعكس الديكور السائد في المنزل نمط المعيشة الخاصة بساكنيه وشخصياتهم. وميسانا، لأنه تصميم الأبنية والمنازل من العمليات يلي بتجمع بين التكوين والابتكار، وبتتدخل بهالعملية الفكر الإنساني والخبرات الشخصية. اليوم أكيد ضمن صباحنا غير بيسعدنا أنه نرحب بمهندسة الديكور رانيا دركة لنحكي عن أهمية القواعد الأساسية بالديكور. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يمكن كثير افكار بتدور براس الناس عن موضوع الديكور واهميته وشو لازم يعملوا وشو لازم يسووا. خلينا بالبدايه نحكي شوي عن الفرق بين التصميم الداخلي والديكور. هلا الفرق بين الاثنين هو بسيط، يعني بالاخير هن اثنين بيصبوا بمجال واحد، بس في فرق. المصمم الداخلي بيشتغل على التصميم الداخلي، بيشتغل على كيف راحة الاشخاص بالمنزل، آلية العمل، الأسلوب، يعني بياخد أكتر مثلا كمواد، بيشوف هالمواد كيف مثلا استخدامها مناسب للأشخاص، مريح، نوعيتها، جودتها، قدي العمر الزمني تبعها. هلأ مصمم الديكور بيلعب أكتر على الألوان، يعني أنه أنا هيدا اللون بيلبق مع الستائر، مع الجدران، مع الكذا. فهو فرق عم أقولك بسيطة. هلأ المهندس الديكور بيشتغل مثلا بانية الخارجية مثلا كتصميم، كمواد بناء، بيشتغل على الشيء الخارجي، كيف آلية مثلا العمل لأي مثلا منشأة، نحن فايتين نعمل منشأة، كيف الأسلوب الدراسة لها مثلا النسب الرياضية بين الأعمدة، بين الشبابيك، بين الكسب، الأبواب. التصميم الداخلي بيلعب أكثر على الشغلات اللي فيها راحة، اللي فيها عمر أكثر، لمسة فنية. مثلا المصمم الداخلي بتلاقيه فورا بيبتكر لشغلة مثلا حل سريع، مثلا يكون عندك في مشكلة فورا بيلاقي لها الحل السريع. تمام. اليوم شو هي أهم العناصر الأساسية يمكن لازم تتوفر بمنزلنا بموضوع ديكور؟ هلأ كتير في أهم شيء العناصر الموجودة. الأول شيء الأساس عندك، الأساس من الأرضيات للأسقف للجدران، هدول الأساسيات اللي بدنا نشتغل عليها، اللي هي البيلد إن، هي الداخلي. يوم بدك تشتغلي أنت مثلا، في ناس بتفوتي على عندهم على البيوت بتلاقي مثلا شاغلين على كديكوري، بس الأساس فيه شيء غلط، من الكهرباء، من الصحية. هيدي الأساسات لازم تكون بالبداية صحيحة. أي نقطة بأي مشروع كان ما بلشتي فيه بالنقطة الصحيحة حتنتهي غلط. فبدها تكون البداية صحيحة لتنتهي صحيح. في أي شيء بداية غلط حتنتهي غلط. فكتير الأساسيات ضرورية، من الصحية، من الكهرباء. اختيارك للمواد اللي هي لها عمر أكتر، ما هي بس شكل. عرفتي كيف؟ يعني يكون في إلها جودة، يكون في إلها عمر. وطبعا الالوان هي هلا لبحث ثاني. يعني الالوان كثير في اغلاط بتكون انه بعد ما الناس مثلا بتقول كاسات البيت هلا صار بدي اجيب مهندس ديكور او مصمم داخلي، وبتصير بقى هون لغط بانه كيف اكساء البيت مع الاثاث معك عده مواضيع، فبتصير مشاكل بدهم يرجعوا يعيدوا من الاول. بما انك حكيتي شوي عن الالوان، خلينا هيك نفوت عليها واهميتها واختيار اللون. كيف لازم الشخص يختار اللون المناسب للمنزل تبعه؟ هلا شوفي، هيدي وقت انت تعدي مع شخص بدك تعملي له المنزل تبعه، اول شيء بده يكون في حنكه للمصمم او المهندس. الحنكه يعني انك تعرفي هو شو بيحب. كتير ضروري انك الالوان اللي تختاريها يحبها الشخص اللي انت عم تشتغلي له بيته. لانه انت بالنهايه طالعه، هو اللي بده يضل قاعد. كتير بتاثر الراحه النفسيه. يعني اليوم في ألوان، في ناس بتختار الألوان الصاخبة وألوان كتير قوية وألوان جريئة. هيدي الألوان نسبياً مثلاً ممكن تفوتي تقولي إنه حلو، بعد شوي تتعبك، خاصة بتتعب الساكن فيها. دايماً الألوان المريحة هي الألوان اللي بتضل، اللي بتريح النفسية. يعني اليوم مثلاً أجمل الألوان وأهدى الألوان بالبيت هو اللون الأبيض. واكبر دليل على الشيء هيدا انه مثلا بتلاقي المشافي بيعملوها حيطانه بيضاء، الدكتور لابس ابيض، النيرس لابسه ابيض.
الشراش هيدا اللي بيريح النفسية، اللي بيعطي النقاء، بيعطي النظافة، الراحة. الأبيض هو اللون اللي لازم يكون طاغي بالمنزل. فينا نحن هون ندخل معه ألوان، يعني فيكي تشوفي بالألوان فيكي تلعبي بطريقة مختلفة. في قلت لك ألوان الجريئة اللي أنت تفوتي فيها، وفي ألوان اللي هي أنت ما بتفوتي بريسك. يعني مثلا بناخذ لون بناخذ تدرجاته، لون الكحلي بناخذ تدرجاته، بنكون نحن بالسيف هون. هلا وقت بدك تكسريه ممكن تدخلي مع الالوان الازرق اللي هو الافتح الكحلي النيلي كذا، تدخلي لون مثلا اورانج، تدخلي لون احمر، تدخلي لون يكسرن. فيكي انت تفوتي بالوان ترابيه اللي هي بتضل على المدى البعيد، هي الالوان اللي ما بتبطل الالوان الهي. في ناس المهم اليوم اللون يلعب على نفسية الشخص. اليوم بقعد مع شخص أنا بدي ساوي له بيته، خلال حديث فوت بحديث بعرف شو الألوان. اليوم الألوان أنت وقت عم تختاريها بحياتك عم تختاريها من الطبيعة. أنا وقت عم بختار اليوم شيء من التكوين الطبيعة عم صممه بالمنزل. أنا عم فوت بالحجر، أنا عم فوت بالخشب، عم فوت باللون الأخضر اللي هو الزراعة. يعني اليوم عم جيب التكوين الخارجي، البيئة عم دخلها للمنزل من خشب من حجر، الأرضيات هي عبارة عن رخام حجر. فهيدا الشيء أنت اليوم بدك تشوفي الإنسان الشخص اللي أنت عم تتعاملي معه شو الألوان اللي هي بتريحه، لأنه هي إذا كان اليوم جبتي له شغلة لون تحطي له إياه بنكرزه يعني بيضل. ممكن ذكرتي لنا نقطة كتير مهمة، إنه في بعض الألوان الصاخبة بأول فترة ممكن الواحد يحس حاله إنه مرتاح ومبسوط فيها، لكن بعد فترة ممكن تتعبه. اليوم شو هي أهم الأخطاء الشائعة بديكور المنازل إن كانت بالألوان أو عبر أشياء تانية؟ هلأ بالألوان اختيار لون مثلا الغوامق، تختاري لون غوام. في ناس بيختاروا حيطان غامقه بيغمقوا الاحمر الاسود كثير. هيدي الالوان على الوقت. هلا مثلا لون الاحمر، اللون الاحمر اذا بتعملي منطقه فيها احمر من غرفه نوم او اوضه جلوس او هي، فهيدي بتعمل تعصيب. لا تعصيب، بعد فتره بتلاقي حالك انه انت معصبه بس مالك عارفانه ليه. هو اللون هيدا بيعطي انرج، بيعطي شيء بيعصب يعني الشخص، فما بيعطي الهدوء. ممكن يجي ضيف يقعد لساعة ساعتين انه ما يحس، اما اللي قاعد بشكل دائم هيدا بيضايقه. الالوان مثلا هادي برجع بقول لك هي اللي بتعطي ريلاكس، بتعطي هدوء للنفسية. كمان مثلا في نقطة كتير مهمة، انه اليوم نحن عم نشتغل مثلا مع دكتور، هيدا الدكتور عم يشتغل بمشفى الوانه ابيض اخضر ازرق. هلا انا بدي اشتغل له بيته، وصارت معي انه اشتغلت لدكتور فانا بعدت له عن هي الالوان اللي هي ما تنقله بيته نفسه، يعني انه يفوت على بيته يلاقي الابيض الاخضر التركواز. يعني حاولت انه يعطي شوي انه هو غير من المشفى للبيت. هيدي مثل ما قلت لك الالوان مهمه. عندك الاضاءه، الاضاءه في ناس هيدي غلط كثير كبير. اللون الورم والخافت حلو وبيعطي جمال وبيعطي جاذبيه. مثلا فيني اعملها انا باوضه النوم، فيني اعملها شوي بوضع ضيوف، بس ما فيني اعملها بالمطبخ. فيني اعملها بمناطق دراسيه انه انا اعمل ضوء خافت. هيدا كثير يعني هي بس للجماليه، جماليه بس. لازم يكون عندك يعني مثلا بالجلوس تعملي شيء خافت، تعملي مثلا لوقت بدك للقعده تكون يعني. بالنسبه للاضاءه كثير في عالم بتسال انه هو شو الاضاءه الاكثر راحه وكمان الاكثر جماليه، هي اللي بتجري على دافئه او الضوء الازرق فينا نقول. يعني الناس دائما بتقول انه ممكن الدمج بيناتهم يعطي اضاءه اجمل. لا هلا مشان الاخطاء اللون كمان الاجمل دائما هو اللون الوارم الدافئ. تمام، هيدا اللون الاجمل وهذا اسمه خافي عيوب. اللون الابيض وبدي احط الابيض هو ظاهر للعيوب. يعني اليوم اذا مثلا الدهان ما نو ظابط وقت تحطي لون ابيض فورا ببين. يعني انا وقت بدي اعمل بدي اكشف على العمال كيف شاغلين مثلا، انا فورا بحمل لون ابيض وبمرق. هيدا اللون الابيض بيظهر لي فورا العيوب. تمام، حتى للوجه يعني حتى للاشخاص اللون الورم بيعطي الاجمل وبيعطي الراحه الاكثر. الابيض بيعطي هيك بيبين اخطاء ان كانت بالفرش بالالوان الفرش بالهي، وبيعطي
أساوي يعني الأبيض هيدا كلون، بس بنفس الوقت وقت أنا أكون عندي عمل عم أقوم فيه مثلا مثل دراسي مثل بالمطبخ الست البيت عم تطبخي محتاجة للون الأبيض أكيد. كمان يمكن في كتير أشخاص بيحبوا الطابع الغربي شوي ببيتهم، وبنفس الوقت إنه يمكن كمان حدا من أفراد العائلة بيميل أكتر للطابع الشرقي. اليوم كيف فينا يمكن نمزج بيناتهم وبنفس الوقت يعطي جمالية للبيت؟ هلأ الطابع الشرقي شرقي والطابع الغربي غربي، يعني هيدول طرازين مختلفين. يعني اليوم إذا بدنا نبلش بالشرقي اللي هو الأهم، طابع الشرقي هو طابع بيدخل فيه الإسلامي كتير، يعني أنت كتير فوراً بتجهوا أنه مثلاً طابع شرقي فهو طابع إسلامي. الطابع الإسلامي اللي هو دايماً بيكون مثلاً اللي فيه زخارف إسلامية اللي فيه هاي. الطابع الشرقي هو طابع فخامة، طابع رقي، طابع قدامة، عرفتي كيف؟ دائما في رقي، دائما في فخامة، بيعتمد على الأعمدة، بيعتمد على التحف، بيعتمد على الألوان مثلا صاخبة شوي، البوردو، الموف، عرفتي كيف، البني، بيعتمد على الذهبي، على عرفتي كيف، هيدي كتراث الشرقي. هلا بالنسبه للغربي، الغربي نحن اذا بدنا نحكي على الستايل الانجليش ستايل، هلا هو طاب مثلا ريفي تحسيه، بيعتمد على شو، على السامبل، على البساطه اكثر. مثلا عندهم بتلاقي عندهم طابع هيك بسيط جدا، بيستخدموا مثلا الخشب، مثلا خشب البوط، خشب الهي، بيستخدموا الخشب، بيستخدموا الزغارف على القماش، بيستخدموا زغارف اللي فيها فلوريل، ورد، الارتي، يمكن وعلى ورق الجدران مثلا. طبعا هذا الموضوع يمكن بيتحمل كثير حكي وكثير اشياء كثير مهمه نعرفها لحتى يكون بيتنا انيق وفيه ديكور جميل. نحن نشكرك اليوم على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، واكيد رح نتابع بموضوع الديكور بفقرات مقبله ان شاء الله. مهندس الديكور رانيا دركل، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم على المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وان شاء الله بالحلقات المقبله نتحدث بشكل أوسع. شكرا كثير لك.